الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. بصوا، كنت انا عامل يعني شكل كده هيراركي. هيراركي يعني ايه يا جماعة؟ يعني ان انت بتظبط زي شجرة الادارة. الادارة مثلا اللي هو السي اي او ده اللي هو المدير التنفيذي، السي اس او اللي هو المدير المبيعات، والسي اف او اللي هو المدير المالي، والسي تي او اللي هو المدير التكنولوجي، والسي او كان ليه اسيستنت اللي هي يعني مساعد ليه او مساعده ليه، سكرتاريه ان هي بتخلص له الورق وكل حاجه تمام. والدولت اللي هو الثلاثه الهيدز او الثلاث دايركتور اللي تحتيه ده، تحتيهم ناس عاملين ازاي وهكذا. فاحنا النهارده جايين نعمل النهارده طريقه حلوه واحترافيه انك تعرف تعمل البرزنتيشن بتاعتك بطريقه احترافيه بدل ما تكون صور وكده. فده الشكل انا عامله. لو انت عايز تعرف انا عملته ازاي، في فيديو انا كنت عامله، وان شاء الله اسيب لك الفيديو هنا تشوفه او تدور في البلاي ليست بتاعت الباوربوينت. ده كده الشكل انا عامله. فعشان نعمله بقى بطريقه برزنتيشن كويسه قوي في هوم دي كده، هنيجي هنا بعد ما خلصنا الشكل ده ندوس كليك يمين كوبي، وبعد كده ندوس هنا كنترول في كده، احنا نقلنا الحاجه تمام. فانا بقى دلوقتي عايز اخد الثلاث الحاجات اللي تحتيه دول. هنروح هنا جايين هنا اهو، ولا اقول لك نيجي هنا كده نمسح كل دولت اهو، ونمسح كل ده اهو، ونمسح كل ده، لا نطلع لفوق، نطلع دي كده، ناخد دولت كده نمسحهم كده بقى عندنا، وبعد كده ناخد دي كده نشدها كده شويه كده بقى عندنا ال CEO معاه assistant و CSO و CTO تمام. هنعمل كنترول اي كده، احنا علمنا على كله. بعد كده نكبر الكلام كده بقى بالظبط بالمنظر ده كده. بس بقى انا عايزه مش عايزه بقى بالطريقه دي، انا عايزه بطريقه مختلفه تاني. يعني انا عايز الشكل ده شكل مختلف عن الاشكال اللي احنا كنا نعرفها. فهنيجي هنا في سمارت ديزاين، وهناخد ديزاين تاني مثلا زي اوصلها لك ازاي. مثلا ممكن نعمل انهي ديزاين؟ هقول لك ممكن الديزاين ده، هقول لك ليه، هقول لك دلوقتي ليه. بص، هناخد الديزاين ده كده، لحظة، كنترول اي، وهناخده تمام اللي احنا هناخده، وهناخده كده بحيث ان احنا نبقى بالمنظر ده كده تمام. ودي نكبرها كده شويه كنترول ايه، ونشيل دوس كنترول، ونروح دايسين على كلمه سي اس او دي كده بحيث ان هي تبقى كده، ودي نشدها كده بحيث ان هي تكبر شويه تمام اهي، ونطلعهم يا عم كده قدام شويه، ندوس كده يعني دولت نطلعهم لقدام سنه كده بحيث ان هي تبقى بالظبط كده تمام. وهندوس عليها كليك يمين، لا مش هندوس كليك يمين، ندوس هنا وهنروح دايسين على كلمه ترانزيشن، وندوس كلمه مورف بالظبط. بص حصل ايه، بص هندوس كده على الحركه دي كده، ده الشكل الـ يعني التوتال. او مندوس كده يعني بالماوس هنا كليك شمال هنا، شفت المنظر ده تمام. طب تعالى بقى اوريك بقى حاجه احسن واحسن. هناخد دي كده كوبي كوبي، واللي هي اللي فوق دي كنترول اللي هي كوبي، ونيجي هنا ندوس كنترول في تمام. احنا هنا خدنا ال سي اس او، يعني احنا عايزين ناخد بقى ال CSO ونحط جنبيها الحاجة بتاعتها. هنروح جايين هنا، نروح جايين هنا، بص شايفين الشكل ده، هتلاقي فيه علامة زي سهم كده عشان نروح دايسين هنا كده. احنا قلنا هناخد ال CSO، يبقى هنمسح كل ده ونمسح دي كمان، نرجع نمسح دي كمان بس كده. ده ال CEO CSO وهكذا. هنروح عاملين دي كده تمام، وهنروح عاملينها دي ازاي. هنروح عاملين دي هتبقى بالمنظر ده بحيث لما اجي ادوس هنا تبقى تعمل بالظبط اهو. هناخد دي نكبر بس الكلام ده كده شويه، شوب مانجر معرفش ايه، ممكن ننتقل بقى الكلام يبقى بالاسود بالظبط شكلها كده بقى. ونروح جايين هنا نخليها ترانزيشن مور. ايوه خدت بالك انا عملت ايه دلوقتي اهي،
بالظبط هنعمل كده. ده السي او، وده اللي هو الهيكل التنظيمي بتاع الاداره، او اللي هو الهيكل بتاع الاداره، اللي هو الشجره بتاعه الاداره. هنروح داي، بص الماوس فين الماوس؟ الماوس اهو، هنروح دايس كليك شمال عادي اهو كده، جابها لي متقسمه اهو. بعد كده اروح دايس كليك شمال تاني، السي اس او بقى بالمنظر ده. وبعد كده ممكن بقى نروح عاملين حاجه تانية، نروح واخدين السي اس او السي اف او برضو، ناخد دي كده ناخدها، يعني خدنا دي هنحطها تالتة هنا. السي اس او اللي احنا خدناها الاولانيه دي، دي احنا ممكن نعمل لها زي شكل كده معين، بحيث ان ده يتعمل له اللي هو شيب فيل. مثلا نخليها ده، بص اوريك ازاي. لما تيجي ندوس هنا كده ده بالظبط، ماشي تمام اهو، تمام. وده سي اس او، وبعد كده نخلي دي سي اف او، نخليها برضو ترانزيشن اللي هو فورمات، ونخلي الشيب فيل ايوه يبقى كده برضو اهو. وبعد كده ناخد الحتة بتاعت السي اف او دي كده كلها، دي اول حاجة خالص كنترول سي، وهنا كنترول في، ونمسح كل حاجة ما عدا السي او. ندوس هنا هتلاقي في علامة السهم كده جنبيها، نروح دايسين كلمة السهم دي، نروح جايين هنا كده ونمسح كل ده، وهنروح جايين هنا ونمسح كل ده بس كده، ونمسح طبعا الاسيستنت دي بالظبط، ونجيب دي كده على الشمال. لا ندوس كنترول سي، نسحب المربع ده كله على الشمال، ونكبر الكلام كله اهو، نخليه مثلا باللون الاسود، ونخليه بولد كمان عشان يبقى شكله حلو كده وكبير. وده نخلي الكلمة دي أكبر كمان، عشان الكلمة دي أصلا صغيرة. سي اف او أهي تمام، اللي هو المدير، اللي Chief Financial Officer أهو. تعالى بقى نشوف بقى كده ايه اللي هيحصل من هنا. ودي نخليها ندوس عليها، ونروح دايسين هنا Transition Morph بالظبط كده، تبقى حلو. بص بقى، تعالى بقى نبص كده على المنظر كده من أول لآخره. ده الشكل الرئيسي. لما نيجي بقى تشرح مثلا، تقول لهم يا جماعة دي شركتنا أهي، مكونة من المدير التنفيذي اللي هو السي اي او، وتحتيه اربع اشخاص اللي هو السي تي او والسي اف او والسي اس او والاسيستنت. طب ندوس بعد كده كليك شمال، دي التفاصيل بتاعتهم. اولا هنبتدي بالسي اس او. السي اس او هيبقى عباره عن تحتيه اريا مانجرز وشوب مانجرز، وتحت الشوب مانجرز في سيلز مان، دولت اللي ماسكين المعارض او المبيعات وهكذا. بعد كده نروح دايسين على الماوس كليك شمال. بعد كده يا جماعه هنيجي نتكلم عن السي اف او، هنروح دايسين على كلمه سي اف او، ندوس كليك شمال برضو. السي اف او يا جماعه معاه تحتيه سوبرفايزر وتاكس اكاونتنت اللي هو مدير، اللي هو قصدي محاسب الضرايب وهكذا. بصوا تفاصيل تحفه. وطبعا بقى تقدر تعمل بقى اكتر من تفاصيل بالهبل، يعني ممكن مثلا ايه، يعني مثلا هوصلها لك ازاي، يعني في اكتر من كرياتيفيتي، يعني انت ممكن تعمل شكل كرياتيفيتي كتير من الاشكال دي. يعني ممكن مثلا تمسح دولت تمام، وتيجي مثلا يعني مش عارف اوصلها لك ازاي، بس ممكن ناخد مثلا دي كده كنترول سي، وناخدها هنا كده كنترول في، وننقل ال سي اس او اللي هو ال، يعني ممكن بقى نعملها بشكل مختلف. يعني ممكن بص كده نعملها كده ازاي، اللي هي اهو، نيجي هنا عند سمارت دي، ونيجي نعملها مثلا بشكل مختلف. يعني مثلا نعملها بشكل مور لاي اوت هيراركي مثلا، ده بالشكل ده. لا انا عايز يعني ايه، ثواني هقول لك انا دلوقتي هنعملها ازاي. مثلا هي هتبقى بروسيس، هتبقى سايكل هيراركي، هي بتبقى بالهيراركي، بس ممكن نعملها بالمنظر ده مثلا كده، بالمنظر ده مثلا. تقول لهم سي اس او بيعمل ايه، وسي اف او بيعمل ايه، وهكذا. يعني انت فاهم قصدي، التفاصيل ممكن نقدر نعمل بتفاصيل كتير يعني. بس انا حبيت ان انا اشرح لكم شويه تفاصيل عن الباوربوينت. الباوربوينت يا جماعه طلع، يعني انا لسه داخل فيه من قريب، الموضوع طلع حلو قوي، وموضوع ان هو مفيد جدا. وتقدر بقى تاخد المنظر ده كده، يعني تاخد دي كده وتبقى دي او ممكن مثلا ايه اللي انت ايه عارف، انت زي تدوس عليها فتطلع لك بشكل هنا وهكذا. يعني مثلا هقول لك انا على حاجه، تعالى مثلا نشوف السي اف او هنا، دوس هنا كده وناخد السي اف او. فين السي اف او؟ هنا
ناخد حاجة السي اف او دي كده، ناخدها كنترول سي. لو تعال نمسح دي كده وهقول لك تعملها ازاي. اهي مثلا دي سي اف او، ناخد دي كده كنترول اهو ونعملها كده اهو سي اف او. هناخد بقى الحاجات اللي في السي اف او ننقلها هنا سي اف او اهو. هناخد السوبرفايزر والاكونتنت اهو اهو، هنيجي هنا سي اف او انتر اهو، دولت اللي بقوا معايا صح. بس في نفس الوقت هنروح عاملين ايه بقى، هنروح شايلين السي اس او والدولت اهو والسي تي او، هنروح شايلين دولت كده. ايه يا عم في، ما تشيل دي كده اهي، ودي الاسيستنت دي بالظبط اهو، ونروح عاملين دي كده كنترول ودي كنترول اهي، كنترول وكنترول، ونروح موسعينهم كده شويه تمام. ونروح دي مثلا مغمقينها شويه كده مثلا تبقى لون ايا كان، يعني اللي هو الاشكال اللي احنا نقابلها اهي، نخلي مثلا باللون الاسود وهكذا. فكده ايه اللي هيحصل؟ بصوا بقى ركزوا، اللي هيحصل ان من اول هنا ان دي سي اف او بمجرد ما هيتداس هيفتح لك دي. تعال نشوف هوريك دلوقتي الشكل ده، الشكل بتاعنا اول ما نيجي كده هيقسموا لك ده التلاتة تحت بعض، وبعد كده السي اس او قال لك كذا، وبعد كده هنرجع سي اس او، وبعد كده سي اف او. بص اول ما ادوس سي اف او هروح واخد التفصيله بتاعته ويروح شرحها. الموضوع جامد قوي يا جماعه، الموضوع حلو جدا يعني، اتمنى بجد والله يعني انتوا كمان تبدعوا بقى يعني. انا بصراحه مش هكدب عليكم، انا ابداعي لسه يعني مش على قده لسه في الباوربوينت، بس والله عمال اتعلم يعني، انا بصراحه بجتهد. فاتمنى انكم تشدوا جامد في الباوربوينت، الموضوع جامد قوي. ولو عايزين اي حاجه قولوا لي وان شاء الله اتعلمها لكم عشانكم يعني، تحت امركم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة الشاشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.